دير 13 درهم تسدو خفي شويه تما راه فين كده يعني قاعد تحرقوا معنا ايه لاباس عليك الله يحفظك اش تعاود الله يحفظك ودي سي محمد كلشي بخير الله يحفظك ودي سي محمد اش كتعاود كده ايه عيط نصون عليك يلا جاوبتي انا خدمه ان شاء الله غادي نمشيو عند الدراري باش نشوف البروغرام كيفاش داير وغنديروا البلان ديالنا عندنا من هنا حتى السبعه العشيه يعني غنشوفوا البلان كيفاش داير وديك الساعه اي حاجه غدرناها راه غادي تشوفوها انتوما عرفتوا فين غادي مغامره شحال الكرتونه جايبين هادشي كامل ديال القطاس غنمشيو اليوم ان شاء الله راه مغامره شكال على الله تصدق المهم الله يخرج هاد الليله بخير غنمشيو عاوتاني مع داك مصلحه الوالدين ما عرفنا البلان كيعيط لك المهم هتشوف السطوريات نقدر نصور البلوك نقدر ما نصوروش حيت كان واحد شويه ريسك شي علاش اذا انا غنمر هاد الليله ماشي زعما انستغرام عرفتوا فين غادي دابا اليوم ان شاء الله غنمشي واحد الرحله خطيره المهم ابغي نشرح واحد القضيه قرطاس اللبسه ديال السياده الصمته ديال قرطاس هادشي كامل هو اللي غنحتاجو ان شاء الله الليله وحاجه اخرى نشرحها لكم بلي هاد القرطاس هذا كاين فيه تقريبا هنا شحال 10 كاين 10 بيسات كل واحدة فيهم كدير 15 درهم هذا وهذا كدير 13 درهم وهادي شحال عندي معايا 10 20 20 30 40 50 60 60 قرطاسة يعني انا غنديهم معايا باش ما نحتاجش القرطاس ماشي انني غنخسر 60 بياسة ولكن غنديهم معايا على اساس ريزيرف وصافي والله العظيم الله يستر وصافي والله الصراحة شي كان بارطاج دابا راه ممنوع هو اصلا يعني تشهير في السلاح ولكن انا عندي الرخصه ديالو عندي البيرمي غا هو مريسكي شويه داكشي علاش خصنا نحاولوا نقسم هادشي شويه عرفت شنو هو هذا هذا هو السوفونير اللي جبنا من المغاره غيبقى ان شاء الله نحطو مع الاحجار الكريمه باش يولي تاهو كريم خاطر بعدا اخويا السيكونس شحال ديال الروينه انا شوف شوف المهم الروينه ديال بصح البيل ديالنا هو اللي غنديو معانا غتكون جايه التصطيه اليوم ان شاء الله تسناو ستوريات يكونوا نهار بعض ديال بصح دابا ما بقى لنا الا نشوف حالنا صافي صافي دابا عيطت للدراري ان شاء الله غنمشيو عندهم غندير لهم كحله في الجوه ديالها وغنديو ان شاء الله اول حاجه نقول لكم اخوان هي نصيحه للناس اللي كيديروا لاشاص المكحله ممنوع انك تسمع القرطاس ديالهم الله يخرج هاد النهار بخير الحلوب غادي عند الحلوب ما كاينش حلو ادينا الحلال في عند الحلوب قبح الله وسعيد دير الحلال في عند الحلال حيدي شي غير من هذا البيمو هذا غنشوف شكون هذا الحلوب فيهم اللي غيغلب ان شاء الله غادي نمشيو هذه ما تحلمش بها ان شاء الله نمشيو سيدي الحلو اش فيهم والله يرحم لك والديك والله ما تاخذوا عمري شفت جيعان بحال هاد المصيبه هادي الطريق لقينا مع الحلو في مزاكا وصلنا الله يعاون واش كيما بان كيما بين غادي يكون ها واش ها واخذ ها استراوس راكو ها واش ها سيرو كان واش كان وهدو لك يضحك الله يحفظك واش متقلق ما تبكيش يا محبوبي غنقو ها هو خلي ايا ايا خلي نقول لك هنا كان جالس قالوا لي نغسل ونجري وخالي الماكله فاش فالح كنا جالسين هكا اللي نوصل هذا هو الاول مسخوط هذا والله الا مسخوط هري 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 ويلي البلدي الرانكو قضية البلدي واش تقول فيك الاداب يلا حتى شي حاجه في عيني هكا ديال الحلو هذيك ديال الضربه شي ضربه هذيك ديال الحلو ما تبداوش في الطاجين سير اودي يا الله خليل
الله سي راه يبقى الذكرى طازين والله. المهم انا نوريكم قبل وبعد ياك الرنغو صافي دابا الماكله هذه حبس داك الشيء. المهم دابا صاحبي الرنغو ويا صافي شارجي لي كانو. المهم راه ماشي شطا شطا شكرا خالي ايها شوف انت شي زروطه ولا شي. المهم افضل مغامره دابا غتشوف الفيديو ان شاء الله. عمرنا جيت مع مسخت الوالدين ونعس تو قول لهم المغامره الجايه. المغامره الجايه مفاجاه مفاجاه انا كي شي من الشيء ديال الناس كنبحال نار دابو الوالدين ونعس خالي دعيناك الله دعيناك الله تبدي تعينا ودي في هذا الليل ما عرفناش خلصناش فين كنا وفين جينا واش كنا كنديرو حنا دابا فين ودي. المهم عيش داك الحلو فانا نقسموها على ثلاثه صافي انا غنخلي ليها بلاصه الرجل صافي صافي غندير الماس دارينا ودي خليل دعيناك الله ودي خليل اجيا ربي داك الحلو حطو في الثلاجه عافاك غير شي ما راه يخسر ولا شي حاجه راه ما ناكلو ما والو ما بتقولش الدواره ديالو فين درتيها غنديرو في القديد القديد الكرديد انا الدوار انا ضاعت لي في الراس اجا شكون اللي ينقي الدوار ها كي خرجت دوارتكم القاسي ومال دابا الهضره ديالو لا با لي درا شكون اللي يشوط الراس ديالها صاحبي انت المرشي تعينك الله ودعي جيب ورانغو حق ربي الا اليوم اللي غسلتها بالله شوكي ولات فيك انت الرانغو ودي مشى فيك اللوف انا غادي عند الحلوف ودين معنا الحلال كنبانو بحال فوريستي شوف يا طلع يا المهم يا الحلوف في الثلاجه عافاك ديرها خصنا نقردوه ولا يدور الى داز مول سميتو عطيها لي صافي له حالي ولا ديال الجامع البلد اجيا اش هو بعدا حلال ولا حرام شنو هو لا الحلو حلال قال ليك دابا الراس ديالو والرجلين ديالو حرام كتحسب خمسة دابا هو قال لك الحنش دير بحال هكا حسب اربعه الصباع ودوز وذبحوا وكلوا وحلو حلو شبر فودار فهمتي فودار لا وري الناس الطريقه دير دابا كنحط الحلو وري الناس هنا باش يعرفوا كيفاش الحلو هو هذا ايه تحسب شبر نسميتو من الراس ديالو حتى حتى المعده ديالو هذاك راه مترو وغتقطعوا من هنا ماشي الطوموبيله كتمشى دابا واش دابا خالد واش من نوع في الحلال خالد واش داك النوع السوفاج ولا هو كرواسي ما بين داك الغوزي وداك ديال الغابه فهمتي ملقم الخيمه بغيت انا عرفت علاش حس عادي حنا كنضحكوا دابا كاينا جوج جوج دقائق اجي شي واحد كيفكر فينا هشام كون هادشي حلو اجي هشام على مولانا لا يجي شي حلو فين خفي هذا ما مشي طوموبيل ولا لا ودي لي خرج هاد الليل في سكران ولا شي حاجه حنا خارجين في هاد الليل راه حنا نجرو الحلو مصيبه صافي والله الا مصيبه بالله واش عرفتي الحاجه الوحيده اللي عجبتني شنو هي داك الطاجين هي كون ما ضربناك الطاجين ضروري واحد ثلاثه الحلال كل ما كلينا داك الطاجين غنكونوا حنا هما الحلال الله سيدي لا زينه بالله وانا نقول لهم عاود اليوم اصاحبي على مغامره لا لا خليها او هشام على مولانا المهم الله الا شطصت على الحلو في الله الا زوينه بالله داز داك الشيء زوين وسميتو هشام كيعرف يقنص الحلو الله على مولانا يلا هو هذاك شنو الحلو في هاد الحمار هذا الحلو في الكبيره هو وانا نحلف واحد هيا كنقلبوا على الحلال الله عرفتش من اللغه هادي ديال الحلف زعما كاين بوم كيقول كيقول سيدي الله ينزل قال انا صبن صبن هو هذاك يلاه تسمع على خير بوح تصور معايا بوحدنا اللي باقيين كنهضروا في هاد البلاد هادي كيف تجرى بوحدنا دابا والله العظيم ما عرفتش ان شاء الله وغدا ندير شي بلان اخر يكون زوين النهار مشى هكاك وهاي مشينا ورجع شويه وهذاك يا سلام المهم داز النهار بخير بغينا وصلنا الدار تصبحوا لي خير ان شاء الله في الصوره اللي كنا والله ديال بصح مع الدراري اي 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 بون وي
يا وراها كانت بينا عندي شوفت الخينه وها هضره اللي قالوا كي